بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنطلع أول عمرة إن شاء الله مع أستاذ محمد جاري من الدمام. شرف حبيبي. حبيبي هو جاري كده، ليه قصة جميلة كده عن السجاير، وبطل السجاير بقاله فترة. يعني بقالي سنة الحمد لله. بقالك قد إيه بقى بتشرب سجاير؟ يوم 2 شوال بقالي سنة، بقالي 20، أكتر من 20 سنة بدخن. ما شاء الله، يعني انت بقالك سنة مانع السجاير نهائي. بقالي كده السنة ال 20 يوم. طب والناس اللي بتشرب سجاير كده معناها انها تقدر تبطل سجاير بقى كده معناها؟ والله الموضوع عزيمة وإصرار يعني. الموضوع عزيمة وإصرار. يعني انت 20 سنة بتشرب سجاير؟ أكتر. يعني يعتبر من 95، من سنة 95 بشرب سجاير. الرسمي بقى، خلاف بقى كنا في الأعياد. ده قبل كده يعني، ده اللي قبل كده يعني. إنما رسمي من 95 96. من 95 تمام، 95 بشرب سجاير رسمي و14. الله ينور، وربنا يا رب يتقبل منك وتستديم على الموضوع ده ان شاء الله. ان شاء الله ماشي معاك. شكرا لحضرتك يا حبيبي. حبيبي يا جوري، وعمره عمره مقبوله حبيبي، عمره مقبوله حبيبي. طب الحج كده حبيبي يا جوري محمد، يا رب يا رب في رعايه الله. حبيبك يا باشا، مع السلامه.